السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مسميات مختلفة لنوع من الليزك، وهو الليزك التفصيلي. بعض المراكز بتطلق عليه الليزك عالي الدقة، الـ HD ليزك، الليزك التفصيلي، كاستم فيو ليزك، ودلوقتي اسم جديد بدأنا نسمعه الكونتورا فيجن أو الكونتورا ليزك. كل دي مسميات لنوع من الليزك اسمه الليزك عالي الدقة أو الليزك التفصيلي، هنتعرف عليه أكتر لكن بعد الفاصل. لما تفرح بيبان في عينيك، ولو زعلت أول حاجة بتتأثر فيك. العين أقل حاجة ممكن تأذيها، علشان كده لازم نحافظ عليها ونراعيها. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك، أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم. الليزك التفصيلي، الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، السوبرا كور، عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية، والفيمتو ليزر، أحدث وأدق التقنيات لعلاج القرنية المخروطية وعلاج الجلوكوما وارتفاع ضغط العين، حقن الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضاعفات مرضى السكر. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك، مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر. عرض خاص على عملية تصحيح الإبصار الليزك لفترة محدودة. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. الفرق بين الليزك التفصيلي والليزك العادي، أولاً إحنا بنعمل تصوير اسمه